الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، لا نزال في شرح ضوابط كتاب في ضوابط شروط الصلاة من كتاب الصلاة، ووقفنا عند قاعدة أن المعذور يصلي في الوقت على حسب حاله، كذا ما أظن، هي هذا اللي وقفنا عنده. من اللي قال أنه وقفنا عند هذا؟ الجواب الخطأ أنت، بس عشان يكتبها، عشان يكتبها لأن فاتها بعض الضوابط حتى يكتبها. ومن القواعد أيضا، لا تقبل صلاة بغير طهور، لا تقبل صلاة بغير طهور، وهذه من الضوابط المتفق عليها بين أهل العلم رحمهم الله تعالى، فلا يقبل الله عز وجل ما يدخل في مسمى الصلاة إلا بسبق الطهارة، فمن صلى صلاة بلا طهارة فإن صلاته تعتبر باطلة. وبرهان هذا الضابط قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا. فأمر الله عز وجل بالطهارة قبل الشروع في الصلاة. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وفي صحيح مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. وروى الخمسة بإسناد صحيح من حديث علي بن طلق رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا فسى أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعد الصلاة. فهذه الأدلة تدل دلالة صريحة على ما أجمع عليه العلماء من أن ما يدخل في مسمى الصلاة فإن الله لا يقبلها إلا بطهور. ثم اعلم أن الطهور ينقسم إلى قسمين: طهور أصلي وطهور بدلي. فأما الطهور الأصلي فهو استعمال الماء وضوءا كان إن كان الحدث أصغر أو غسلا إن كان الحدث أكبر. فإذا انعدمت الطهارة المائية فإن الإنسان ينتقل إلى بدلها وهي الطهارة الترابية. فإذا كان الإنسان قادرا على تلك الطهارتين ودخل في الصلاة بلا واحدة منهما فإن صلاته تعتبر باطلة، سواء أكانت الصلاة فرضا أو نفلا، وسواء كانت من الصلوات الراتبة أو العارضة. وأعني بالعارضة كصلاة الاستسقاء فإنها تعرض للجدب، أو صلاة الكسوف فإنها تعرض بسبب الكسوف. حتى ولو كانت سجدتي سهو بعد السلام، فإذا أحدث الإنسان بعد السلام قبل السجود فإنه لا يقبل الله عز وجل منه تلك السجدتين البعدية إلا بالطهارة، لأنها تدخل في مسمى الصلاة. فإن قلت: وهل يقال ذلك في سجود الشكر أيضا؟ الجواب: فيه خلاف بين أهل العلم، هل يسمى سجود الشكر صلاة أو لا؟ والقول الصحيح عندي أن سجود الشكر لا يسمى صلاة، فلما أخرجناه من مسمى الصلاة فإننا نصححه بلا سبق طهارة، لأن القاعدة فيما يدخل في مسمى الصلاة. وأما ما ليس يدخل في مسمى الصلاة فإنه يصح بلا طهارة. وبناء على ذلك
فقد روى البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم فسجد فيها، وسجد من كان معه من المسلمين والمشركين، والمشرك لا تصح طهارته، والإنس والجن. فأقر النبي صلى الله عليه وسلم كل من سجد معه من غير سبق سؤال عن طهارة من عدمها، بل حتى لو تطهر المشرك فإن طهارته غير صحيحة لا يترتب عليها أثرها، فدل ذلك على صحة سجود التلاوة. نعم، بما أننا ذكرنا الدليل عليه خلها عليه. فدل ذلك على أن على صحة سجود التلاوة بلا طهارة، مع أن ظاهر المذهب عندنا أن سجود التلاوة والشكر يسميان صلاة، ولكن في أصح القولين واختاره أبو العباس أن سجود الشكر ليس بصلاة وأن سجود التلاوة ليس بصلاة. فأما دليل التلاوة فقد ذكرته، وأما سجود الشكر فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه خبر يسره خر ساجدا لله، ولما كتب علي بإسلام أهل اليمن سجد النبي صلى الله عليه وسلم من غير سبق طهارة، ولو كانت الطهارة مشروطة فيه لبينها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فإن قلت وصلاة الجنازة، الجواب: بما أنها تسمى صلاة فإنها لا تصح إلا بالطهارة الأصلية المائية إذا وجدت، أو بالطهارة البدلية عند عدمها. فإن قلت وما الحكم لو زال وصف الطهارة أثناء ما يسمى صلاة، الجواب: فالصلاة تعتبر باطلة، فالواجب عليه أن يخرج منها وأن يستأنف الطهارة ثم يستأنف الصلاة بعد ذلك من أولها، لحديث طلق بن علي الذي ذكرته آنفا. فإن قلت وما الحكم لو أن الإنسان كبر وصلى ناسيا حدثه ولم يتذكر أنه على غير طهارة إلا بعد أن فرغ الفراغ التام من صلاته، الجواب: يجب عليه الإعادة في هذه الحالة، لكنه ليس بآثم فيما في صلاته على غير طهارة، لأنه لم يقصد ذلك ولم يتعمده وإنما فعله خطأ، لكن يجب عليه أن يعيد. فإن قلت وهل توجب عليه الإعادة حتى ولو لم يذكرها إلا بعد خروج وقتها؟ الجواب: نعم، عليه الإعادة مطلقا، سواء أتذكر في أثناء وقتها أو لم يتذكر إلا بعد انتهاء وقتها ولو بسنين متطاولة. فإذا اتضح عندنا هذا الضابط، لا تقبل صلاة بغير طهور. وهنا فائدة خفيفة، وهي أن كل حديث فيه لا تقبل لا يقبل لا يقبلن، يعني كل حديث فيه نفي القبول، فاعلم أنه يراد به نفي الصحة تارة، ويراد به نفي الأجر تارة، أحياناً يراد به نفي أصل الصحة تارة، وأحياناً إنما يراد به نفي الأجر فقط ولا تعرض للصحة فيه. فإن قلت وما القاعدة في نفي القبول المقتضي لنفي الصحة ونفي القبول المقتضي لانتفاء الأجر فقط؟ فأقول هذا يختلف باختلاف السبب في عدم القبول، فإن كان السبب تفويت مأمور فالمقصود نفي الصحة، وإن كان السبب فعل محظور فالمنفي هو الأجر فقط. فنأخذ قاعدة تقول: نفي القبول إن علق بفوات مأمور، نفي القبول إن علق بفوات مأمور ها فيراد به الصحة، وإن علق من يكمل؟
أيوة. وإن علق بفعل محظور فيراد به فوات الأجر. وأضرب لكم مثالا على هذه ومثالا على هذه، وليكن مثالنا هذا في قاعدتنا هذه في قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث ابن عمر: لا تقبل صلاة بغير طهور. ما المقصود بنفي القبول هنا؟ الصحة. لماذا؟ لأنه علق على ترك مأمور، تفويت مأمور، لأن قوله طهور يعني الطهارة، والطهارة مأمور بها، فنفي القبول علق على فوات مأمور فيراد به نفي الصحة. ومثال آخر عليها أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. فما المقصود بنفي القبول هنا؟ ليش مترددين؟ علق بماذا؟ علق بماذا؟ بالخمار. والخمار مأمور به ولا مأمور بتركه؟ طيب ايش فيكم تتوقفون؟ لماذا تتوقفون؟ لماذا تشككون؟ ألم يتضح لكم الشرح؟ المشروعات عندنا مشروعات فعل ومشروعات ترك، فما أمرت بفعله يسمى مأمور، وما أمرت بتركه يسمى متروك. فلا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. الآن علق على فوات مأمور ولا فعل محظور؟ فوات مأمور. فإذا لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، أي لا تصح صلاتها إلا بخمار. تبعوا معي يا جماعة. مثال ثالث: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل صلاته 40 يوما، فوات الأجر. لماذا قلت فوات الأجر؟ لأنه علق على فعل محظور وهو إتيان العرافين، هذا حرام، فعلق نفي القبول على فعل محظور وارتكاب أمر منهي عنه. فإذن المقصود فوات أجرها لا بطلانها في أصلها، فيجب عليه أن يصلي لكن لا أجر له في صلوات 40 يوما، يعني 100 صلاة. مثال رابع وأتمنى أن تجيبوه: أيما عبد أبقى، أي فر، من مواليه لم تقبل له صلاة حتى يرجع. إيش؟ ودي أطول معك بس أبتسم. شلون فعله محظور؟ الآن فوت مأمورا، يعني يجب على العبد أن يفر من أسياده. من يقول فوات مأمور؟ من قال فوات مأمور؟ من الذي قال فوات مأمور؟ قال فأرم القوم، قال فأعادها فأرم القوم، قال فأعادها فأرم القوم، حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قائل تلك الكلمات فإنه لم يقل بأسا. من الذي قال فوات مأمور فإنه لم يقل بأسا؟ أنت يا شيخ عبد الرحمن؟ طيب الآن تضحت لك. أبقى، أبقى، ما حكم فرار العبد من مواليه؟ ما حكم فراره عبد الرحمن؟ يعني حرام بس ولا حلال؟ حرام. طيب إذا أبقى وصلى لم تقبل له صلاة، لماذا لا تقبل له صلاة؟ لأنه أبقى، أي لأنه فعل محظورا. إذا نفي القبول علق على فعل محظور. فما المقصود بنفي القبول هنا؟ نفي الثواب، بمعنى أنه لو صلى لصارت صلاته في ذاتها صحيحة، ولكن لا أجر له فيها، لا أجر له فيها. من يستطيع إعادة الضابط أو القاعدة؟ نفي القبول إن اليوم أنتم ماكلين فول، ماكلين خبز تميس، إيش بلاكم اليوم؟ هاي هيثم. احفظوها احفظوها، فأقسم بالله
أنكم لن تجدوها في كتاب إلا نادرا. احفظوا هذا الأصل، احفظوا هذا الأصل، هذا نتيجة سنين من البحث. ومن القواعد أيضا قواعد في ستر العورة، لأن ستر العورة من شروط الصلاة، لكن دعوا الرقم متسلسلا في شروط الصلاة كلها. فنقول في هذا الضابط: المرأة عورة إلا وجهها في الصلاة، المرأة عورة إلا وجهها في الصلاة. وهذا الضابط أصله حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان، حديث سنده جيد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكرته لكم آنفا: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. لماذا؟ لأن المرأة عورة. وهذا الحديث رواه أبو داود بإسناد صحيح. وفي سنن أبي داود أيضا من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، أتصلي المرأة في درع وخمار بغير إزار؟ الدرع اللي يسمونه عندنا قميص النوم اللي تلبسه المرأة، ليس مفصلا أعلى وأسفل، وإنما كله يلبس من الرقبة، هذا يسمونه الدرع. أتصلي المرأة في درع وخمار بغير إزار، يعني بدون إزار تحت الدرع؟ قال: نعم، إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. وهذا الحديث قد اختلف في وصله ووقفه، والأقرب أنه يصح موقوفا على أم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فهذه الأدلة تدل على صحة هذا الضابط، وهي أن المرأة عورة. ثم ننتقل بعد ذلك إلى دراسة جمل من الفروع المندرجة تحت هذا الضابط. من هذه الفروع: اعلم رحمك الله أن العورة عورتان، عورة صلاة وعورة نظر. اعلم رحمك الله تعالى أن عورة المرأة تنقسم إلى قسمين: عورة صلاة وعورة نظر. والمتقرر عندنا ضابط سيأتي أن عورة الصلاة أخف من عورة النظر، هذا قاعدة ستأتينا بعد قليل إن شاء الله. فيرخص للمرأة في عورة الصلاة أن تتنازل عن شيء من حجابها ما لا يرخص في عورة النظر. ففي عورة النظر كل المرأة عورة، حتى ظفرها، حتى شعرة من شعراتها، لا يجوز أن تبدي شيئا للرجال الأجانب عنها مطلقا. ففي باب عورة نظر الأجنبي لها كلها من رأسها إلى أخمص قدميها عورة، لا يجوز له أن ينظر لا إلى وجه ولا إلى نحر ولا إلى شعر ولا إلى كف ولا إلى ظفر ولا إلى قدم. فيجب على المرأة في باب عورة النظر أن تستتر بكليتها لعموم قول الله عز وجل: ولا يبدين، هذه عورة النظر الآن، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. وانتبه لقول الله عز وجل: إلا ما ظهر، ولم يقل إلا ما أظهرن. فلو أن المرأة تحجبت في بيتها وقصدت إظهار وجهها، فهل هو ظهر أو أظهر؟ أظهر، والله عز وجل لم يجز لها أن تظهر، وإنما عذرها فيما ظهر، مما يدل على أنها عليها أن تحتجب الاحتجاب الكامل. لكن إن ظهر منها شيء بلا قصد، كأن سفت الريح عن شيء من مفاتنها أو جسدها بلا قصد منها، فلا حرج عليها في ذلك، لأن التكاليف منوطة بالاختيار. وأما ما أكره الإنسان عليه بلا قصد ولا إرادة منه فإنه معذور فيه. فلم يقل الدليل إلا ما أظهرنا، وإنما إلا ما ظهر. فلا يحق أن نستدل بهذه الآية على كشف الوجه ولا على إظهار اليدين قصدا، مع ما يكون على الوجه في حال الخروج إلى الأسواق
أو الشوارع من المساحيق التي تقصد المرأة به إظهار زينتها. ثم هنا فائدة عميقة جدا، وهي أن الله عز وجل قال: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. انتبه، انتبه لما سأقول. كل زينة في القرآن فيراد بها زينة الظاهر إلى الباطن، كل زينة في القرآن فيراد بها الزينة الكمالية الإضافية، ليست الزينة الأصلية الأساسية. يعني بمعنى أن وجهها لا يدخل في قوله ولا يبدين زينتهن، إذ الوجه من زينة الأصالة لا من زينة التكميل، لكن قرطها هو الذي يدخل في الزينة، لأن القرط زينة إضافية. فكل زينة في القرآن فيراد بها الزينة الإضافية للزينة الأصلية، فلا يجوز أن يستدل بهذه الآية على جواز إظهار الوجه، لأن الوجه من زينة الأصالة لا من زينة التكميل. ولا يستدل بها على إظهار الكفين، لأن الكفان زينتهما من إيه؟ لأن الكفين من الزينة إيش؟ الأصلية. لكنها يستدل على ألا تظهر زينة مكياجها، لأنه زينة إضافية، ولا زينة حجابها، ولا زينة خلخالها، ولا زينة حليها، إلا ما ظهر منها من غير قصد، كزينة الثوب الذي تسف الريح العباءة عنه فيظهر الزينة، هذه الزينة ظهورها غير مؤاخذة عليه. أما أن تظهر زينتها الأصلية وتضيف عليها الزينة الكمالية ثم تستدل بهذه الآية، هذا تلاعب بالقرآن، هذا تلاعب بالاستدلال. ولو أنك سبرت الزينة في القرآن لما وجدتها إلا الزينة الكمالية، ليست الزينة الأصلية، كما قال الله عز وجل: وزينة ويخلق ما لا تعلمون. فجعل الإبل والبهائم، أي بهيمة الأنعام، زينة، لأنها زينة منفصلة لا متصلة. فالزينة الأصلية أقصد بها الزينة المتصلة، يعني الزينة الخلقية في المرأة. فهمتم هذا؟ وقد نص على هذه القاعدة الإمام المفسر الأصولي الفحل النحرير الإمام الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان، واستوفى أدلة القرآن التي ذكرت الزينة وبين أنها زينة منفصلة لا الزينة المتصلة. إذن لا يستدل بهذه الآية على جواز إظهار الوجه، لأنه من الزينة الأساسية الأصلية، ولا على إظهار الكفين، لأنها من الزينة الأصلية الأساسية. ولذلك قال الله عز وجل: ولا يضربن بأرجلهن، لا لأن الرجل لا يجوز إبانتها، لا هذا مفصول، الرجل يجب تغطيتها، لكن إيش؟ ليعلم ما يخفين من زينتهن، أي زينة المنفصلة، زينة الخلخال. فأيما زينة أطلقت في القرآن فلا يراد بها الزينة الأصلية الأساسية، وإنما يراد بها الزينة إيش؟ التابعة التكميلية. أرأيتم أن هناك بعض التلبيس في الاستدلال القرآني؟ ويستدلون على ذلك بروايات عن ابن عباس رضي الله عنهما، وقد خلف من جمع من الصحابة. فالشاهد أن الزينة في القرآن إنما يراد بها الزينة المنفصلة للزينة المتصلة. فالمرأة كلها عورة في باب النظر، وأما في باب الصلاة فسيأتي الكلام عن زينتها والتوسع فيها في ضابط وقاعدة خاصة. ومن الفروع أيضا، أجمع العلماء على أن المرأة البالغة الحرة إذا صلت كاشفة لشعرها بلا خمار فإن صلاتها باطلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. ومن الفروع أيضا، اعلم رحمك الله تعالى أن العورة إذا انكشفت في أثناء الصلاة فلا يخلو من حالتين: إما أن يكون انكشاف اختيار، وإما أن يكون انكشاف اضطرار. إما أن يكون انكشاف اختيار، وإما أن يكون انكشاف إكراه واضطرار. فأما انكشاف الاختيار فهو مبطل للصلاة مطلقا، سواء أكان الانكشاف يسيرا
أو كثيرا، وفي وقت يسير أو كثير، أي سواء أكان المنكشف من العورة كثيرا أو قليلا، وسواء أكان الزمن الذي انكشف فيه هذا الجزء زمنا يسيرا أو كثيرا، إذا كان انكشاف اختيار. وأما إذا كان انكشافا سببه الاضطرار والإكراه فإنه لا يضر يسيره، فإنه لا يضر يسيره. فإذا جاءت الريح وسفت عنك شيئا من عورتك وبانت ثم سترتها قريبا فإنه لا يضر، سواء أكان المنكشف يسيرا أو كثيرا، ما دام الإنسان تدارك الأمر وعاد إلى الاستتار مرة أخرى. ومن المسائل أيضا، لا يجب في أصح قولي أهل العلم على المرأة أن تستر كفيها في الصلاة، فالكفان ليس بعورة في عورة الصلاة، لكن سترها لكفيها أفضل وأكمل. ومن المسائل أيضا، اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في قدم المرأة، ما الحكم لو صلت المرأة وقدمها منكشف؟ الجواب فيه خلاف بين أهل العلم رحمه الله تعالى، والقول الصحيح عدم وجوب ستر القدمين لعدم وجود الدليل الدال على سترهما في الصلاة، فالكفان والقدمان من العورة في باب النظر وليس من العورة في باب الصلاة. واختار هذا القول أبو العباس ابن تيمية رحمه الله، وهو مذهب الأحناف خلافا للجمهور. فلو صلت المرأة وكفها منكشف لصحت صلاتها، ولكن سترها أفضل. ولو صلت المرأة وقدمها منكشف لصحت صلاتها، ولكن سترها أفضل. ومن الفروع، يجب على المرأة أن تستر وجهها في الصلاة إذا كان ثمة أجنبي في حضرتها، فإذا كان ثمة أجنبي في حضرتها فالواجب عليها أن تستر وجهها حتى ولو في الصلاة، وليس كونها في صلاة تعتبر حجة لها في كشف وجهها، فإنه متى ما تعارضت عورة النظر وعورة الصلاة فالمعتمد تقديم عورة النظر، متى ما تعارضت عورة الصلاة وعورة النظر فالمرجح ماذا يا إخوان؟ عورة النظر. فالوجه ليس بعورة في الصلاة، لكن يجب ستره إذا كان ثمة أجنبي، والكف ليس بعورة في باب الصلاة، ولكن يجب ستره إن كان ثمة أجنبي، والقدم ليس بعورة في الصلاة، لكن يجب ستره إذا كان ثمة أجنبي. فمتى ما تعارض عورة النظر وعورة الصلاة فالمقدم عورة النظر لغلظها، فالمقدم عورة النظر لغلظها. كم جلسنا؟ خلاص يكفي، خذوا القاعدة: تصح الصلاة في كل ثوب ساتر مباح طاهر، تصح الصلاة في كل ثوب ساتر مباح طاهر. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وبارك الله فيكم وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء.